رئيس الحكومة يؤكد خلال زيارته إلى لوكسمبورغ أن من أولويات حكومته خلق مناخ ملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. المناظرة الوطنية للتجديد فرصة أمام الشبان لبعث مشاريعهم في قطاعات مجددة خاصة في الجهات، واعتمادات مالية مرصودة للمشاريع العشرين الأوائل. لافروف وكيري يدعوان إلى استئناف المحادثات بين أطراف الأزمة السورية تحت مظلة الأمم المتحدة في جنيف. نشرة الظهر للأخبار، مرحبا بكم. اختتمت أمس زيارة رئيس الحكومة لحبيب الصيد إلى هولندا ولوكسمبورغ، حيث كانت له مباحثات مع نظيره من لوكسمبورغ تناولت تطوير مجالات التعاون بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية. خلال لقائه رئيس وزراء لوكسمبورغ زافي بيتيل، أكد رئيس الحكومة أن تونس أصبحت مستعدة لاستقبال المستثمرين من هذا البلد الأوروبي لبعث المشاريع وتوفير مواطن الشغل بعدما عملت على تحسين مناخ الاستثمار. إن هدفنا الأساسي هو تحسين مناخ الأعمال في تونس لجلب الاستثمارات الخارجية وبعث المشاريع وبالتالي توفير مواطن الشغل. من جانبه أكد رئيس وزراء لوكسمبورغ استعداد بلاده لتطوير التعاون الثنائي مع تونس ودعم المبادرات الهادفة إلى دفع التنمية والتشغيل. لقد تناولنا عديد المواضيع كالتعاون في المجال المالي، وكما تعلمون هناك تعاون إيجابي في عدة مجالات، إضافة إلى وجود آفاق أخرى لتطوير المبادلات بين البلدين. وتناول الجانبان الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث جدد رئيس الحكومة تمسك تونس بإيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا. بالنسبة إلى الشأن الليبي فإن موقف تونس هو موقف مبدئي، والحل يتمثل في التوافق بين الفرقاء الليبيين، وأي تدخل عسكري ستكون له انعكاسات وخيمة على المنطقة ككل. كما التقى رئيس الحكومة الدوق الأكبر الأمير هنري، وكانت له مباحثات مع رئيس مجلس النواب وعدد من نواب برلمان لوكسمبورغ. في لقاء رئيس الحكومة برئيس وزراء لوكسمبورغ، طرح من القضايا الإقليمية والدولية وتأكيد على وقوف لوكسمبورغ إلى جانب تونس لتحقيق التنمية الشاملة. حسن الكريم، التلفزة الوطنية التونسية، لوكسمبورغ. في الشأن الأمني، اقتحمت الليلة الماضية مجموعة مسلحة عددا من المنازل في دوار أرحامنية المتاخم لجبل مغيلة التابع لمعتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد، وذلك وفق ما ذكرته مصادر إدارية وأمنية مسؤولة بالجهة ومتساكنو المنطقة المستهدفة. وأكد المعتمد الأول بولاية سيدي بوزيد حصول هذه الحادثة دون أن يضيف مزيدا من التوضيحات. وعاينت مصادر إعلامية توافد تشكيلات أمنية وعسكرية صباح اليوم على المنطقة لمباشرة البحث وتعقب هذه المجموعة. وقد ذكر عدد من أهالي المنطقة أن مجموعة مسلحة اقتحمت 4 منازل واستولت على كمية كبيرة من المؤونة والأغطية والمواشي. وقد رجح المتساكنون أن عدد أفراد هذه المجموعة يفوق 20 عنصرا. نشرت وزارة الداخلية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم صورا لثلاثة إرهابيين هم المعز بن عبد القادر بن أحمد الفزاني ومفتاح بن حسين بن محمد مانيتا وعادل بن محمد بن ضو الغندري، طلبت من المواطنين الإبلاغ السريع عنهم عند مشاهدتهم أو الحصول على أي معلومات تخص مكان وجودهم أو تحركاتهم. ووضعت الوزارة على ذمة المواطنين أرقام الهاتف التالية 71-335-80-10-11-193 حرس و197 شرطة، أو الاتصال بأقرب وحدة أمنية أو عسكرية.
أمنيا. أيضا تمكنت دورية عسكرية ظهر أمس بالمنطقة العسكرية العازلة بجهة القصر بالذهيبة من ولاية تطاوين، تمكنت من إيقاف شخص متسلل من التراب الليبي إلى تونس. وأفاد الناطق الرسمي بوزارة الدفاع الوطنية المقدم بالحسن الوسلاتي اليوم أنه بعد التحري مع هذا الشخص تبين أنه لا يحمل وثائق هوية، وقد كان مصابا على مستوى أسفل الرجل اليمنى. وأضاف الوسلاتي أنه تم تسليم الموقوف إلى فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالذهيبة لمزيد التحري معه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه. وأشار المصدر إلى أن الموقوف صرح بأنه تونسي أصيل منطقة عمدون من ولاية باجة، كان يعمل بمدينة وازن الليبية، وحصل له سوء تفاهم مع مشغليه تطور إلى اتهامه بالإرهاب والإطلاق عليه ببندقية صيد، مما اضطره للعودة إلى تونس خلسة نظرا إلى عدم تحوزه على جواز سفر حسب روايته. في موضوع آخر، حلت القافلة الوطنية للتجديد بولاية القصرين لتعريف باعثي المشاريع المجددة بالمناظرة الوطنية للتجديد في دورتها الثانية، والتي تنظمها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بإشراف وزارة الصناعة. المناظرة خصصت للفائزين جوائز مالية مهمة لتشجيع الباحثين الشبان على التجديد والابتكار. يسير نحو التألق بخطى حثيثة ويخطط لمستقبل أفضل لما ابتكرت أنامله من بقايا الإطارات المطاطية وقطع قماش اختلفت أنواعه ومواد استغلها فاروق في صناعة قاعات الجلوس، تجربة تعد الأولى من نوعها بتونس. حبيت نعمل حاجة جديدة، جربت عملت بوف، عملت شانتيون، عجبتني الخدمة، انطلقت فيه وبديت نخدم. مازلت فما ياسر حاجة تخونين تنجم تخدم توسكي تابع مثل الانفيرونمون، الحاجات اللي تعاون في البيئة، الحاجات اللي تنجم نستغلوها ما تكونش مطيش. لحد هذه اللحظة مازلت طاقة شخصية ومازلت نخدم بالإمكانيات المحدودة اللي عندي. لطن اللي قاعد نحضر في الدوسيه باش نقدمه إن شاء الله البيتيات. ولأجل أن يتحقق حلمه ويوفر الدعم لمشروعه، شارك فاروق كغيره من الشباب الذي لم يجد سبيله في الوظيفة العمومية في المناظرة الوطنية للتجديد. أنا أمثل المجموعة هذه نتاع المنتجين نتاع الهندي بحكم اللي هذه الدورة نتاع التجديد نتاع رينوفاسيون، احنا ما شاركناش عملاول الور سي لوكازيون باش نشاركوا السنة. نحن اليوم في القاصرين للتعريف بالمناظرة، أهداف المناظرة، كيفية المشاركة والأصناف المشاركة. الوزارة اتخذت قرار كوني باش تاخذ على عاتقها من الفكرة الإحاطة بال 20 مشروع اللي باش يكونوا من الأوائل 20 مشروع على مستوى الوطني، من الإحاطة من الفكرة حتى للتمويل. التشجيعات في الإديسيون الثانية هذه باش تكون قائمة أولا على مستوى البري، الربح اللي باش يربح على مستوى الجهوي باش ياخذ 7000 دينار، وعلى المستوى الوطني باش ياخذ 15000 دينار. معناها واحد إذا كان يشارك ينجح في المستوى في القصرين ينجم يعاود في المناظرة نتاع على المستوى الوطني وينجم يكون يربح 22000 دينار. ولتوعية الشباب بأهمية هذه المناظرة، نظمت الوكالة قافلة وطنية للتجديد تجوب كامل ولايات الجمهورية، والتي ستتوج بمسابقة وطنية لاختيار المشاريع التي سيحظى أصحابها بمبالغ مالية هامة وبالتكوين والمتابعة. جسر يسهل تنقل متساكني منطقة منزل بالقاسمي التابعة لبلدية أزمور من ولاية نابل، مطلب تمسك به الأهالي لما يعايشونه من معاناة يومية سببها غياب طريق تفك عزلتهم وتيسر عليهم الحياة. الجدة سلمى حمادة أصيلة منطقة منزل بالقاسمي الجوفية التابعة لبلدية أزمور من معتمدية قليبيا من ولاية نابل، بحركاتها البطيئة الحذرة تروي قصة زمن من المعاناة لتعبر هذا الجسر العجيب الغريب، عساها تصل إلى مسكنها ولتكسر قيود الصمت وتروي أطوار عذاب سنوات عديدة، عذاب تسبب فيه غياب طريق معبدة وجسر لعبور الوادي. يجيبوني من غادي على بهم يهبطوني هنا نتعدى نحبي، ومن سمك ولدي تعدى الغادي ولدي سناني حتى على بهم من غادي باش يوصلني لزمور نزرق على السكر وعلى الدم. خذروا حالتنا وحالة صغار
دارنا. هذا اللي طالبه منكم تعملونا كياس وقنطره. تواصل السيده جرد حقائق معاناه احفادها ليتكلم احدهم ويروي مأساة العبور إلى المدرسة والمستشفى، وكذا الحال للفلاحين والموظفين. بالمطر يحمل ويد نرجع للدار ما نمشيش. طوالي مطبعة وزلق واحد فماش اثنية نتعدى له. الانتاج متاعنا معناها هني قلت لك يضيع. مش تجيب معناها إنسان باش تبيع لا يستغلك. يا تبيع لي معناها بسعر معناها زهيد والا لا يستغل الموقف تاع هي يستغل الموقف خاطر ما عنديش طريق. يقول لك نوح يا اخويا كيفاش ميكانيك انا كيفاش يدخل لي لغات. راسلنا السيد الوالي والي نابل عن طريق السيد معتمد دقليب بعدونا وانهم ادرجوا الموضوع وادرجوا الطريق هذا للانجاز في 2016، لكن احنا بصراحه يعني ما يلوموش علينا لان ما عادش عندنا ما نلوم نصدقوا حاجه الا من راح على بقيس بسرد الانجاز. انتوا بكيتوا وفانا واحد نمشي ندور بيه على قباتين ومنظمه كان ندور البوش نمشي 3 كيلومتر وبعد عشان نرجع لواز بقيس ما نلقوش نتعدوا بيه. المريض بتاعنا كيف كيف. السلطات الجهويه بولايه نابل اجابت عما صرح به الاهالي ليتراءى الحل غير بعيد. على مستوى لجنه التخطيط والماليه برمجنا الطريق هذا، وعلى مستوى النيابة الخصوصية المجلس الجهوي زاد إن شاء الله نمشيه في التمشي هذا. أما برا بدينا في الدراسات الأولية مع الإدارة الجهوية للتجهيز، وإن شاء الله يهبط الإعلان طلب العروض بعد القيام بالدراسات وتحديد الكلفة النهائية للمشروع يهبط الإعلان طلب العروض ويتنشر للعموم. منزل بالقاسم كغيرها من مناطق عمق الوطن القبلي مناظر ساحرة وأخرى تغني عن أي تعليق. في أخبارنا العربية والدولية تتكثف الاتصالات الدبلوماسية حول الأزمة السورية، فقد دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي جون كيري إلى استئناف المحادثات بين أطراف الأزمة السورية تحت مظلة الأمم المتحدة في جنيف. ميدانيا سيطرت المعارضة المسلحة على منفذ التنف بريف حمص عند الحدود السورية العراقية. بعد توقف دام أكثر من شهر بسبب فشل الأطراف السورية في التوافق على عدد من القضايا، تتكثف المساعي الدبلوماسية لاستئناف المفاوضات حول الأزمة السورية. وقد دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي جون كيري اليوم إلى الاستئناف السريع للمحادثات بين أطراف الأزمة تحت مظلة الأمم المتحدة في جنيف. وتزامنت هذه الدعوة مع صمود اتفاق وقف الأعمال القتالية في البلاد، الأمر الذي اعتبره وزراء خارجية كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا شرط لإنجاح هذه المحادثات بالإضافة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية. وفي وقت يسعى فيه زعماء هذه الدول للاستفادة مما تحقق من الهدنة للعودة إلى طاولة المفاوضات، اعتبر رياض حجاب منسق الهيئة العليا للتفاوض التي تمثل المعارضة السورية أن الظروف غير ملائمة حاليا لاستئناف المحادثات المقررة في 9 مارس الجاري، لما اعتبره فشل في احترام الهدنة ورفع الحصار وإيصال المساعدات الإنسانية. ميدانيا قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مقاتلي المعارضة السورية سيطروا على معبر التنف على الحدود العراقية السورية الذي كان تحت سيطرة ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية. وفي تطورات الملف اليمني قتل ما لا يقل عن 16 عنصرا من الحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح، كما أصيب عشرات آخرون في غارات جوية لطيران التحالف العربي واشتباكات مع المقاومة الشعبية بمحافظة تعز جنوب العاصمة صنعاء. أعلنت مصادر من المقاومة اليمنية أن غارات جوية نفذتها طائرات تابعة للتحالف العربي واشتباكات مع المقاومة الشعبية بمحافظة تعز جنوب العاصمة صنعاء أسفرت في حاصلة أولية عن مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا وجرح العشرات من الحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح. المصادر ذاتها أشارت إلى أن طيران التحالف العربي استهدف تجمعات ومواقع للحوثيين بها مخازن للأسلحة وقد تمكنت من تدميرها. جاء ذلك بالتوازي مع اشتباكات استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة بين رجال المقاومة الشعبية والمسلحين الحوثيين في مناطق يسيطر عليها الحوثيون غرب صنعاء. وذكرت مصادر محلية أن المسلحين الحوثيين شنوا قصفا عنيفا بالمدفعية الثقيلة والصواريخ على أحياء سكنية وسط المدينة ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 9 آخرين بجروح.
وفي ظل مخاوف من إمكانية استهداف مدنيين في هذه المواجهات، دعا ستيفن أوبراين مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، دعا أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى دعوة الأطراف المتصارعة في اليمن إلى الالتزام بتعهداتها من خلال اتخاذ تدابير أكبر لحماية المدنيين واستئناف محادثات السلام والاتفاق على وقف الأعمال القتالية. وأضاف المسؤول الأممي أنه في ظل غياب حل سياسي تفاوضي للصراع يتدهور الوضع الأمني بأنحاء اليمن بشكل متسارع، ما حال دون إعادة نشر الأمم المتحدة لموظفيها الدوليين في المنطقة منذ أكتوبر 15 2000، بما يؤثر بشكل مباشر على قدرة تقييم الاحتياجات الإنسانية ومتابعتها. وفي رد على هذه الدعوة، اعتبر السفير السعودي لدى الأمم المتحدة أن استصدار قرار يندد بالهجمات ضد المدنيين في اليمن أمر غير مقبول في مثل هذه المرحلة، رافضا مشروع قرار في هذا الشأن اقترحته الدول الأعضاء في مجلس الأمن. تشهد الحدود اليونانية التي تعد المنفذ الرئيسي للاجئين والمهاجرين القادمين من تركيا نحو الشمال الأوروبي الأكثر ثراء، تشهد أزمة إنسانية وشيكة. وقد أكد مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة أن الاتحاد الأوروبي سيمهل اليونان حتى 12 من مايو المقبل لتسجيل جميع المهاجرين بطريقة منظمة أو مواجهة المزيد من إجراءات مراقبة الحدود. يزداد الوضع الإنساني تأزما بقرية إيدومين اليونانية الحدودية، مهاجرون سوريون في غالبيتهم وآخرون عراقيون يتكدسون بالألاف على الحدود اليونانية مع مقدونيا، ومع رفض هذه الأخيرة السماح لهم بالعبور لإكمال رحلتهم الأوروبية يزداد حجم معاناتهم وانتظارهم. الاتحاد الأوروبي من جهته أمهل اليونان حتى 12 من مايو المقبل من أجل تسجيل جميع المهاجرين إليه بطريقة منظمة قبل فرض مزيد من إجراءات مراقبة الحدود. وأوضح مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة أن الهدف من ذلك هو رفع جميع القيود على الحدود التي فرضت جراء أزمة المهاجرين داخل منطقة شنغن بحلول نوفمبر المقبل. نص عائلتي هون ونص عائلتي بالسويد، مرتي وابني بالسويد وأنا وبنتين هون. هذا واقترحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خطة من 6 نقاط على رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمس لحل أزمة المهاجرين، وحذرت من أن الموقف يتدهور بسرعة في اليونان التي يعلق بها نحو 30,000 لاجئ. ويشمل المقترح إقامة مراكز تابعة للاتحاد في كل بلد ليطلع بمسؤوليته تجاه كل أوروبا لتسجيل الأشخاص وتوزيعهم بناء على نظام متفق عليه، وذلك من أجل إعادة توطين 10% من اللاجئين السوريين المقيمين في دول الجوار في مختلف أنحاء العالم خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. ويؤمل في الحصول على تعهدات في مؤتمر يعقد في 30 من هذا الشهر. قتل ما لا يقل عن 45 مسلحا وأصيب 35 آخرون اليوم خلال اشتباكات مع قوات الأمن بمقاطعة هلمند جنوب أفغانستان. ونقلت مصادر إعلامية عن مسؤول عسكري أن مجموعة من مسلحي حركة طالبان حاولوا اقتحام نقاط تفتيش أمنية في منطقة سنجن في وقت سابق اليوم، ولكن قوات الأمن قامت بنصب كمين لهم بناء على تقرير استخباراتي وقتلت 45 منهم على الفور وأصابت آخرين. في أخبار الرياضة الآن، بلغ المنتخب التونسي لكرة القدم المصغرة الدور الثاني من بطولة العالم المقامة منافساتها حاليا بتايلاندا إثر فوزه على منتخب هونغ كونغ 8-2 في مباراة جمعتهما مساء أمس. وكان المنتخب الوطني تفوق في اللقاء الافتتاحي على فرنسا بهدف دون رد، وسيلاقي منتخب لبنان مساء اليوم في الجولة الختامية لمنافسات الدور الأول. يلاقي الترجي الرياضي نادي حمام لنف بعد ظهر اليوم انطلاقا من الساعة 2:30 في افتتاح منافسات الأسبوع 19 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والتي ستكتمل منافساتها غدا، وسيواجه فيها النادي الإفريقي النجم الساحلي بملعب رادس في قمة لقاءات الجولة.
وفي كرة القدم العالمية انتزع أديلايد يونايتد صدارة البطولة الأسترالية لكرة القدم من ويسترن سيدني عندما تغلب على مضيفه ويلينغتون فوينيكس بأربعة أهداف دون رد في لقاء جمعهما صباح اليوم ضمن الأسبوع 22. وتناوب ماكغوين وستيفان مايوك وبابلو سانشيز وجيتي على تسجيل أهداف أديلايد الأربعة. في كرة المضرب قاد الأخوان مايك وبوب براون منتخب الولايات المتحدة الأمريكية إلى تحقيق الفوز الثاني على منتخب أستراليا مقابل هزيمة واحدة في الجولة الأولى لمنافسات كأس ديفيس لمنتخبات كرة المضرب. وتمكن بوب ومايك براون من الانتصار في منافسات الزوج على الثنائي الأسترالي ليتون هويت وجون بيريس بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين. بالرياضة نختم النشرة وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الحكومة يؤكد خلال زيارته إلى لوكسمبورغ أن من أولويات حكومته خلق مناخ ملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. المناظرة الوطنية للتجديد فرصة أمام الشبان لبعث مشاريعهم في قطاعات مجددة خاصة في الجهات واعتمادات مالية مرصودة للمشاريع العشرين الأوائل. لافروف وكيري يدعوان إلى استئناف المحادثات بين أطراف الأزمة السورية تحت مظلة الأمم المتحدة في جنيف. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.